بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. يا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات فمن كان منكم مريضا
سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون فمن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يوري وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ
ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. شهر رمضان فمن شهد منكم الشهر فليصم، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وإذا سألك عبادي أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا
أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم علم الله أنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون ولا وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء
صدق الله العظيم.